وشفناه كيفاش المنظور بوس برديلا على الاماوي عروبي ما كيعرفش يتكلم. نعم. راجل ما كيصلحش للسياسه. نعم. الاخ الاموي الله يرحمه لما كرى المقر الجديد ديال عبد الله المديوني غير بعيد الا بعشره الامتار من المقر القديم، ثم صاحب المحل ما ضغط عليه السلطات وما بغى يتراجع للتعاقد لانه فهم انه الامر يتعلق بنقابه معارضه الى اخره بضغط السلطات وكذا. فانا حاضر للشناءه وردود الفعل ما بين الاخ الاموي وصاحب المحل. احيانا هذه تعبيرات للتنقيص من شخصيته وللنيل من وضعه الاعتباري، وهي في الغالب تهمة رخيصة ديال أهل الحضر عندما يستهدفون أهل البدو يعني، ودي معروفة جدا يعني. اللي قرأوا بن خلدون وتعرفوا الفكر الخلدوني، بن خلدون نفسه كان يعني ينال من الأعراب ويعتبر يعني العرب العاربة، ويعتبر بني هلال وبني سليم إلى آخره أنهم مخربين. ودي الفكرة ديال أن العروبية ديما مخربين رجعية من الفكر الخلدوني، لأنه ديك الساعة. ولكن كيتقال أنه أيضا كان عنده واحد نوع من الحذر بالتعبير ديالو من صحاب الرباط. لا ما أنا كنظن أن الحذر ديال أهل الحضر ديال المدينة بصفة عامة من العروبية، وهذا عنده تاريخ يعني ما نحتاج، ما عندناش الوقت. مشاهدينا الأعزاء، نعيد الترحيب بكم، سعداء بتواصلنا معكم وسعداء بتواصل حوارنا مع الأستاذ حسن نجمي، الشاعر والكاتب والباحث في الثقافة الشعبية. الأستاذ حسن نجمي مارس الصحافة، انخرط مبكرا في العمل السياسي، كان رئيس الاتحاد كتاب المغرب لولايتين متتاليتين، صدرت له العديد من المؤلفات، كان قريب من عبد الرحمن اليوسفي، كان قريبا من محمد نبير الأموي ومن العديد من القيادات التاريخية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. نعيد الترحيب بك الأستاذ حسن نجمي. في حلقة سابقة، طبعا هذه الحلقة السابعة، تكلمنا عن المؤتمر الخامس للاتحاد الاشتراكي 1989، وقلت لنا أنه انتهى بواحد النوع من بروز ملامح كتلتين أو تيارين داخل الاتحاد الاشتراكي. طبعا التسعينات شكلت مخاضا في المغرب، العديد من الأحداث الكبرى، طبعا التحولات الدولية الكبيرة على المستوى الإقليمي، ما جرى في حرب العراق، المستوى الداخلي، الإضراب العام 14 ديسمبر 1990 وأحداث فاس، ميلاد الكتلة الديمقراطية، قبلها جنازة عبد الرحيم بوعبيد. طبعا كل هذا المخاض الذي سيتواصل واللي غادي يقودنا في النهاية لتشكيل حكومة التناوب. لكن بالموازاة، التسعينات عرفت أيضا صراعا داخليا داخل حزبكم بين كتل للأسف ستنتهي بتشردمه بانشقاقات. ما كانش ممكن إقرار نظام تعددي داخل الحزب على شكلة أحزاب الأممية الاشتراكية؟ أظن أن الأمر ليس بهذه البساطة، أن الاتحاد يمكن أن يجمع صفوفه وتوجهاته وتعدد الاجتهادات والأفكار والرؤى في كتلة واحدة. الأمر ليس بهذه البساطة، أولا لأسباب تاريخية، لأن الأمر ليس فيه جديد، هذه الاختلافات أو هذه التيارات ليست أمرا جديدا، كما أن الاتحاد منذ تأسيسه في 59
اتحاد الوطن للقوات الشعبية، ولد هكذا، ولد كما قال بعض الإخوة، كما عبر عبد الواحد الرادي مرة، أن المعضلة التنظيمية في أبعادها الثقافية والفكرية والسياسية والإثنية والأجيالية إلى آخره، لأنه المعضلة ولد يعني ولدت مع الحزب وظلت تشكل نوع من التكوين، يعني نوع من يعني كما كان سمع عبد الواحد الرادي، كان العطب يعني كونجينيتال تكويني خلقي، من اللي خلق الحزب خلق فعلا بهذا العيب التنظيمي فيه. احنا كنا كنعبروا دائما انه الاتحاد هو جبهة ديال القوى الشعبية، والاتحاد يعني فيه هاد الروح ديال التعدد، وكانت القيادة في التأسيس انها قيادة جماعية الى اخره، هذه كلها تعبيرات للالتفاف على هذه الحقيقة الخلقية التي طالت الجسد الاتحادي واستمرت فيه دون توقف. ولكن ربما هذه التعددية في مكوناته هي ممثل عنصر قوته تاريخيا. أظن أنه هذا تجميع القوى المجتمعية يعني كتعطي واحد القوة، ولكن في نفس الوقت ما كتخلقش انسجام، ما كانش حالة من الانسجام الفكري، ما كانش انسجام طبقي اجتماعي واضح، الملامح اللي كيشكل واحد طبقة عندها نفس المصالح ونفس الرؤى ونفس الاختيارات إلى آخره، ما يعني ما بين الفلاحين والطبقة العاملة والمثقفين وإلى آخره، ما كانش واحد اللحمة اللي كتضمن حالة من الاستقرار داخل الجسد الاتحادي. الخلاف اللي كيظهر مرة كيعود يرجع، ومرة كياخذ أشكال معينة، ظل متواصلا منذ التأسيس ديال الحركة الاتحادية. لكن في نفس الوقت كان من الممكن يكون نوع من التراضي، كان من ممكن الوصول لواحد الأرضية مشتركة، يعني تكون تنازلات متبادلة إلى آخره، ولكن الأمر كما يبدو لي أنه ليس بهذه البساطة. لما تتفكر في أمزجة الأشخاص وفي طبيعة الأشخاص وفي نوعية الطموحات والتطلعات وإلى آخره، ثم لما كنت أمل تاريخ الانشقاقات في الحركة السياسية وفي الحركة الوطنية، يعني البداية الأولى دي الحركة الوطنية بدأت بانشقاق في نهاية الثلاثينيات ما بين المرحوم علال الفاسي والمرحوم محمد الحسن الوزاني، ثم ما بين علال الفاسي وأحمد بلافريش، الحكاية معروفة أيضا، ثم ما بين التيار التقليدي في الحركة الوطنية والتيار الحداثي التقدمي بين مزدوجتين إلى آخره مع بداية الاستقلال، يعني ثم التيار الفكري السلفي الإصلاحي إلى آخره، ثم تيار اللي هو اشتراكي واللي بدا عمليا الانتساب إلى المنظومة الاشتراكية الكونية فكرا وممارسة منذ بداية الأربعينيات، المهدي، عبد الرحيم، عبد الله إبراهيم وإلى آخره، وعدد من الأقطاب داخل الحركة الوطنية. إذن هاد ثم الانشقاقات الصغيرة اللي بعد الستينيات ما بين التيار النقابي في اتحاد مغرب الشغل والحركة الاتحادية، ثم عملية التصحيح ديال 72 وإلى آخره، بمعنى هاد العطب عطب قديم في الحركة الاتحادية، ولذلك كان من الصعب جدا التوصل الى واحد البلاتفورم، واحد الارضيه اللي تجمع وتلحم كل شيء التيارات والافكار الى اخره، لم يكن ذلك ممكنا لعده اعتبارات اشرت الى بعضها، فيها ما هو تاريخي، فيها ما هو اجتماعي طبقي، فيها ما هو فكري، وفيها ما هو مصلحي ايضا، فيها ما هو مصلحي. لم تكن الحركه الاتحاديه كلها قائمه على نوع من الانسجام بين المكونات ديال الداخلية. نعم، نزيدو نتقربوا طبعا من من المشهد في هذه المرحلة ديال التسعينات. طبعا والصراع كانت فيه كتل تتصارع، انت كنت اقرب لمن؟
لأن يعني كان في المشهد عبد الرحمن اليوسفي، كان نوبير الأموي، كان اليزغي، فيما بعد غادي يدخل الفقيه المصري. طبعا كنت على تواصل مع كل هؤلاء. لا كنت على تواصل مع الجميع، ولكن ما تنساش أنني كنت كنتحمل مسؤولية في القيادة ديال الشباب الاتحادية، يعني ما كنتش ديال راسي بواحد المعنى. من جانب آخر المسار الطويل إلى جانب الأموي، يعني أنا الأموي تعرفت عليه وأنا طفل، يعني في نهاية الستينيات وأنا كنشوفه لأول مرة إلى آخره، وظليت على ارتباط معه يعني على الأقل منذ 78، يعني فترة أولا قبل ما يتنتخب على رأس الكونفدرالية كنشوفه، كنزوره في البيت في الرباط إلى آخره، ثم بعد ما انتخب على رأس الكونفدرالية الديمقراطية الشو كنشوفه باستمرار تقريبا يوميا. 79 انتقلت من السطات إلى الدار البيضاء، وليت كنشوفه في أكثر من مرة في الأسبوع الواحد، وأيضا ماشي غير بصفة شخصية ولا نوع من المساهمة في البناء الكونفدرالي. أنا كنتذكر مثلا لما كان الإخوة طه منصور الله يرحمه، سي محمد محب وبعض الإخوان كي يعني بصدد تشكيل نشيد الكونفدرالي أنا موجود في القاعة معهم، يعني كنزور الكونفدرالية في المقر السابق ديال درب عمر، يعني يعني المقر ديال طوليدانو، ثم حضرت الأخ الأموي الله يرحمه لما كرى المقر الجديد ديال عبد الله المديوني غير بعيد إلا بعشرة الأمتار من المقر القديم، ثم صاحب المحل لما ضغط عليه السلطات وما بغى يتراجع للتعاقد لأنه فهم أنه الأمر يتعلق بنقابة معارضة إلى آخره، ضغط السلطات وكذا. فأنا حاضر للشنائن وردود الفعل ما بين الأخ الأموي وصاحب المحل، عشت هذه وكنزوره لما استقر في المعارف. نقفوا عند هذا المشهد هذا ايه. الجزئي ايه. اشنو وقع بين الأموي وبين صاحب العمارة؟ لا هو كراء عادي، كراء محل اللي فيه الكونفدرالية في عبد الله، ولكن الأموي اللي كراء اشنو ما قالش راه هذه مكتب، هذه كري المكتب فعلا، ولكن ماشي ما قالش له نقابة، طبعا ما قالش له نقابة، كراء ديال المكتب كما يتم اكتراء المقرات والمكاتب. صاحب العمارة صاحب لما ضغطت عليه الأموي لما ضغط، هو صاحب المحل تحت في الريتشوسي عنده محل ديال التجارة ديال القماش والملبوسات وصناعة الملبوسات، وشي من هذا على أساس إنه مكتب إلى آخره. فرجع كيطلب فيه باش يفسخ معاه العقد وما يديرش له النقابة. الأموي تشبت قال كاين عقد، قال ودي درنا عقد انتهى، فلوس كي وصلوك انتهى الأمر، خديتي العربون خديتي الأشياء ديالك، التصبيق خديتي كل شيء. حضرتي انت لهذا الواقع؟ أنا حاضر واقف أمامهم بجوج بجنبهم، ومن اللي سالينا مشينا طلعنا للمكتب ديال مع الأخ الأموي. وباش انتهت عادة باش انتهت القضية؟ لا تمسك الأموي لأنه في وضع قانوني سليم، الآخر ما عنده، لأنه فهموا أنه ضغط ديال السلطات إلى آخره. وفي هذيك اللحظة كان يعني نتغدى مع الأموي في المكتب، ناخذ ساندويتش، بعض المرات نخرج لشي مطعم قريب يعني في درب عمر. هاد اللي يعني كريم أموي كريم جدا بغض النظر عن النقابة، يعني كشخص بدوي في روح الضيافة والاستضافة وفي روح الكرم مع الجميع. لم أشهد أنه دار الطابلة ديالو المائدة ديالو في الغداء أو في العشاء ما فيهاش ضيوف، واحيانا ضيوف كيجيو في اخر لحظه، ودائما يطلب من الاسره ديالو من العائله ومن الزوجه الله يرحمها انه يحضروا العشاء ولا الغداء كما لو ان هناك ضيوف سياتون. هذه يعني كانت عنده سنه اجتماعيه منتظمه دائما، ولان الارتباط به ارتباط فيه يعني هذه الذاكره المشتركه. وانا طفل كنكبر تحت نظرته إلى آخره، وظل يختبرني أيضا، يختبرني في كل المناسبات، أحيانا يقول لي خبر ويشوف واش خرج الخبر ولا ما خرج إلى آخره، وعنده حساسية عالية لهذا الموضوع، يعني لما يقول الكلام كيخصو يبقى بيننا نهائيا، كيختبرني المرة الأولى والاختبار، وكل ما نجحت في الاختبارات الصغيرة يتقدم في العلاقة وفي الثقة حقيقة، وبدأ يشركني في عدد ديال القضايا، وفي نفس الوقت يقول لي عندك من هذاك راه كيلاقي السلوكه،
عندك من هذاك راه كيدي ويجيب الهضره الى اخره، عنده شي تعبيرات من هذا النوع. فولا واحد العلاقه صميميه وقويه بيني وبين الاخ الاموي. وحضرت الاول فاتح، يعني تظاهره ديال فاتح ماي في 79 اول مره، عندي صوره معاه في مقدمه التظاهره ديال فاتح ماي. ديك الساعه انا تلميذ في البكالوريا في الدار البيضاء. اذا كاين هذا الجانب الشخصي، اذا هذا الارتباط وهذا الجانب الانساني، هذا الجانب الانساني وهذه الصداقه وهذه الثقه المتبادله. شنو خلاتك تميل طروحات يعني نفسيا واخلاقيا؟ كنحس انني منتظم معاه في واحد الافق، في واحد الاختيارات، وحتى في سلوكي، حتى في لباسي، الطريقه ديالي الى اخره، كتحس انني يعني متاثر بالرجل. وينبغي أن لا ننسى أن الأخ الأموي رحمه الله كان مثقفا، رجل قائد للحركة النقابية، لكنه مثقف كبير وقارئ كبير، يعني يتكلم معك في الأداب، يتكلم معك في الفلسفة، يتكلم معك في العلوم السياسية، يتكلم معك في العلاقات الدولية بدون مبالغة. يعني عنده مجلات منتظمة يقرأها بانتظام، السياسة الدولية المصرية مثلا. لا، كان رجل منتظم، كان رجل فوضوي، فوضوي، ولكن النظام عنده في دماغه، النظام داخليا، يعني حتى الاوراق كتصيبها مشتا والدفاتر مشتا والكتبه مشتين، ولكن ملي كيبغي الحاجه كيمشي يجيبها مباشره من تحت الركام. ولكن هذا الطابع البدوي اللي كيقولوا كان عند الاموي كيف كيتجلى فاش؟ احيانا هذه تعبيرات للتنقيص من شخصيته وللنيل من وضعه الاعتباري، وهي في الغالب تهمة رخيصة ديال أهل الحضارة عندما يستهدفون أهل البدو، يعني ودي معروفة جدا. يعني اللي قراوا ابن خلدون وتعرفوا الفكر الخلدوني، ابن خلدون نفسه كان يعني ينال من الأعراب ويعتبر يعني العرب العاربة، ويعتبر بني هلال وبني سليم إلى آخره أنهم مخربين. ودي الفكرة ديال أن العروبية ديما مخربين رجعية من الفكر الخلدوني، لأنه ديك الساعة. ولكن كيتقال أنه هو أيضا كان عنده واحد نوع من الحذر، التعبير ديالو من صحاب الرباط. لا، ما يعني ما أنا كنظن أن الحذر ديال أهل الحضر ديال المدينة بصفة عامة من العروبية، وهذا عنده تاريخ، يعني ما نحتاج، ما عندناش الوقت باش نجبدوه، منذ العصر المريني كيفاش الرؤية تشكلت داخل المجتمع وداخل الدولة، وبدات نوع من التراتبية. العروبية هم واحد درجة دنيا في تعبيراتهم، في لباسهم، في طبخهم، في حديثهم، في لهجاتهم، في كذا، ديما واحد المنظور ديال التعالي كيحتقر هاد المسألة، ويحتقر التعبيرات الموسيقية ديالهم بما فيها العيطة وبما فيها كذا إلى آخره، لأن الدولة في لحظة من اللحظات تبنت الإبدال، لو باراديغم، الإبدال الثقافي أو السوسيو ثقافي ديال الهجرات الأندلسية، ديال المهاجرين الأندلسيين لما جاءوا، رغم أصولها القبلية. تماما، يعني فلذلك الدولة إجمالا أصولها قبلية. مع ذلك يعني لما سيطرت فئات ديال المهاجرين الأندلسيين أصبحوا في المفاصل ديال الدولة، لا في الأمناء القبائل، ولا أمناء الموانئ، ولا في سلك القضاء، ولا في الوزراء، ولا في كذا. معنى أننا تحدثت على ما بعد المارينيين وبعد التصنيف. المارينو تواصل نفس النظام، بمعنى واحد الوقت وليتي إلا بغيتي تدير طبخ مزيان نموذجي خصك تطبخ بحال الأندلسيين، بغيتي تلبس لباس نقي ومزيان وكذا خصك تلبس بحال الأندلسيين، بغيتي دير عرس وحفل وكذا خصك ديرو بحال الأندلسيين، بغيتي تجيب فرقة موسيقية تجيبها ديال الموسيقيين على الطريقة الأندلسيين إلى آخره. بدات والدولة تبنات هاد اسمه، ولات شخصيتها الفكرية الثقافية إلى آخره بمعنى، ولكن هذا ماشي بالمعنى ديال أنك ننتقد، وهذه واحد الإضافة نوعية في الشخصية وفي الهوية المغربيتين. يعني الخبزة اللي مدورة كنديرو دابا في البيت هي خبزة أندلسية، لأن قبل كان عير التفرنوت، يعني الأكل العيش المصري على الطريقة المصرية، اللي تفرنوت الأمازيغي هو اللي كان. كيف الخبز اللي كان عندنا قبل؟ هو تفرنوت، هو بحال الشيار، يعني اللي كتشوفوا في المحطات الآن في الطريق في لوطوروت، لما تدخل المحطة كتوجد واحد الخبز كيتصوب بالفراح بالطين إلى آخره. هذا هو الخبز اللي هذا هو الخبز اللي كان شائع. الخبزة المدورة كما هي اليوم
في المخبازات في المخابز أو في البيوت ديالنا المغربية هي خبزة أندلسية جات من الأندلس. الهدية مثلا ديال العرس اللي كتسرق هي هدية، هذا أيضا طقس ديال الاحتفال أندلسي. نزهات في الجوار ديال الضفاف الأنهار وفي إلى آخره عادة أندلسية، والنزهات داخل المراكي في الأنهار أندلسية. لباس قلتي ولا الناعورة، الناعورة ديال الزراعة اللي طورت السقي في العالم القروي أندلسية أيضا. عدد ديال الأشياء، وثم فضلا على الجانب ديال الخبرات الإدارية ديال التدبير ديال كذا إلى آخره، الحلي، صناعة الحلي، صناعة ديال النسيج وديال الأقمشة. فهذا معناه أنه المديني والعروبي ماشي استعمارية فقط مع الاستعمار الفرنسي أو الإسباني، جاية من فترة طويلة من العهد المريني، وتوطنت الإدارة ديال الحماية الاستعمارية الفرنسية، تبنات عدد من الأشياء اللي كانت موجودة من قبل وطورتها ودخلتها في استراتيجية ديال الهيمنة وديال التقسيم وديال الى فرقت فرقت سود الى اخره، بدءا من الظاهر الذي سمي ظاهرا بربريا في 16 ماي 1930 والى اخره. ولكن هو الاتحاد الاشتراكي هو حزب ايضا كان تعددي على المستوى المشارب الاجتماعيه والثقافيه، وهذا تلقى فيه محمد منصور، تلقى فيه محمد الفرقاني، محمد الحبابي. لكن صناعه القرار، السياسي، صناعه القرار الحزبي، حكاية ديال الدار البيضاء والرباط وكذا إلى آخره، فيها تدخلات غير حزبية من خارج الاتحاد، فيها تأجيج، فيها اشتغال ديال الأجهزة إلى آخره، كتأجج بعض الأشياء كذا. ولكن فيها في تقديري من ناحية ثقافية ومن ناحية سوسيو ثقافية، فيها البعد القروي والبعد الحضري. وشفنا كيفاش المنظور بوسبرديلا على الأموي، عروبي ما كيعرفش يتكلم، راجل ما كيصلحش للسياسه، راجل الى اخره ما كاين. شكرا جزيلا الاستاذ حسن نجمي، ويتواصل حوارنا معك في حلقه قادمه. طبعا كنا بصدد السياسه، لكن كيف العاده نزلقنا البعد. لا ما نزلقناش، غير فتحنا واحد القوسين كنفتحوا بعض الاقواس. شكرا الاستاذ حسن نجمي.